الله، لابسه جامب سوت مليان الوان، اشرحي لي بقى يا نايره ده ايه؟ بصي ده جامب سوت برضه للخروج السريع الصبح، نادي الصبح، خامته خفيفه وطريه، خامه يعني فسكوز ناعمه مصري، قطن مصري. عجبني قوي ماتشنج الالوان بتاعه. انا جبت الخامه الماتيريال نفسها ولقيت انه حلو قوي في الجامب سوت، يعني ينفع قوي جامب سوت. هو حلو جدا والماتيريال داخل فيه الوان كتير قوي، قطن مصري 100%. ودي طبعا ده اجمل انواع القطن في العالم كله، طبعا طبعا العالم كله مفيش زيه اصلا، قطن رقم واحد في العالم كله. عجبني قوي الالوان، يعني هو واخد الوان كتير قوي في بعض ونقشات، فعجبني قوي كده، حلو قوي. ينفع بقى تنزل بيه الصبح، ينفع تنزل بيه بالليل، المصايف طبعا كمان بالذات سهل جدا. جميله. يمكن ده الموديل اللي احنا كنا بنتكلم عنه، على الالوان. ايه الالوان اللي ممكن تكون طالعه موضه للاطفال؟ طبعا الكشمير طالع موضه جدا، للاطفال كمان كشمير جدا. والمستارده طالع السنه دي حلو قوي، والموف الفاتح طالع، والبيبي بلو طالع برضه موضه. معانا موديل اهي، واو واو. الموديل ده انا بحبه جدا، اشرحي لي بقى. ده كلاسيك قوي، حاساه كلاسيك قوي بالليل، يعني انا حاساه بالليل مناسب قوي، كلاسيك لو مناسبه. الشوز دي جلاديتر طبعا، دكتور منى عقرب جلاديتر من تصميمها. يعني بتعمل كولكشن جلاديتر للاطفال برضو كويس جدا. الماتيريال بتاعت الطقم اللي هي لابساه برضو قطن. قطن حلو جدا. بحب قوي قوي اشتغل بالماتيريال المصري، يعني خلاص كل يعني دلوقتي يعني في حاجات كتير قوي، تنوع كتير قوي في الخامات المصري. طبعا طبعا، دايما السوق المصري غني بحاجات كتير احنا ما كناش واخدين بالنا منها. طبعا كنا دايما عندنا كده حاجه زي اسمها عقده الخواجه، لازم نشوف الحاجات المستورده، مش عارف اجيب الخامه منين. لا خالص، لا بصراحه انا بنزل بشتري، بلاقي قدامي ماتيريال كتيره متنوعه، يعني اختار منها. طيب قولي لي يا نايره، يمكن احنا شايفين بنوته الحلوه وهي لابسه الطقم ده، التصميم بتاع يمكن برضو في موديل زي ده للكبار، هل التصميم بتاع لبس الاطفال بيبقى مختلف او اصعب من تصميم لبس الكبار؟ يعني لبس الاطفال اصعب من لبس الكبار؟ اصعب شويه في الديزاين، احنا يعني نشوف ايه اللي بيناسبهم او نحاول ناخد شويه من افكار الكبار نمشيها على الاطفال، فدي يعني شويه بيبقى فيها صعوبه، يعني مش كل حاجه بحس ان الطفل برضو ما يبانش ان هو اكبر من سنه قوي. ليدي كبيره، لا يعني برضو يعيش سنه، في نفس الوقت يكون لابس حاجه شيك ومختلفه. الله، دي حلو قوي. سكيرت جبردين على بلاوز تول دانتيل، دانتيل اسود وحلوه جدا. طبعا اللون اللي احنا قلنا ان المستارده من الالوان اللي هي اصلا موضه جدا السنه دي في الصيف وفي الشتاء. طبعا لا حلو قوي قوي. طبعا الاسود موضه على طول، طبعا الاسود ملك الالوان. وهي الموديل جميله جدا الصراحه، انت بنوته جميله واللبس اللي هي كمان لابساه لايق عليها قوي، وده مهم. يعني انت مثلا حد بيجي لك بيقول لك انا عايزه اعمل لبنتي كذا، انت شوفي ايه يليق عليها. طبعا يعني بتكلم الاول مع البنت هي حابه تلبس ايه وحابه الوان ايه، وبعد كده بصمم على يعني بضيف طبعا من عندي، وبشوف هي يعني برضو حابه ايه، هي بتوصلي الفكره وانا بنفذ اللي هي عايزاه مع اللمسات بقى اللي لا حلوه جدا. طيب يعني هل بتتعاملي بقى مع دول تانية، بتصدر لهم، بتبعت لهم حاجات من الحاجات الحلوه لفخر الصناعه المصريه، انه زي ما قلنا طبعا دلوقتي وبنكرر صناعه مصريه 100% من الالف للياء. طبعا طبعا. لا دلوقتي عايزه اقول لك بقى في يعني احنا بنصدر، يعني انا بشوف كده اكتر ما بنستورد.